طيب خلينا نعرف توقعات، يعني هل هتكون توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد العالمي؟ ده اللي هنعرفه ونتعرف على إجابته من ضيفنا عبر سكايب الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك أستاذ نسرين. أهلا بك. في البداية أهلا بحضرتك، يعني كيف تقيم توقعات الصندوق يعني لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي والمقبل؟ التصريحات التي صدرت عن صندوق النقد الدولي طبعا بتعطي بعض التفاؤل للاقتصاد العالمي بعد رفع توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي، خاصة بعد أننا كنا نتخوف من حالة من الركود بنهاية عام 2023 بسبب معدلات الفائدة المرتفعة. ولكن خلال الفترة الأخيرة كان هناك العديد من الضغوط التي جعلت أيضا صندوق النقد الدولي حذرا في تعديل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي، فبرغم من التحسن الذي نشهده في تلك التوقعات ولكنه تحسن إلى حد ما ضعيف ويعني أقل من التوقعات السابقة. طبعا العالم يشهد يعني عدد من الضغوطات، كان من أهمها جائحة كورونا والتي أدت أيضا إلى مشاكل في سلاسل التوريد، وبعد ذلك شهدنا المزيد من التوترات الجيوسياسية، وفي الوقت الحالي معدلات الفائدة مرتفعة تضغط على أي توقعات إيجابية لمعدلات النمو العالمي. ولكن في الأساس أرى أن تلك التوقعات وتحسين توقعات النمو الاقتصادي العالمي ناتجة من الأداء الاقتصادي الأمريكي في المقام الأول، وثانيا الاقتصاد الصيني. طبعا الاقتصاد الأمريكي هو أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي أي تحسن في الاقتصاد الأمريكي ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العالمي من طبعا حيث التجارة العالمية ومعدلات نعم الإنفاق. طيب تفضل كمل الفكرة. ولكن يعني في الوقت الحالي تسعر أيضا الأسواق بأن البنوك المركزية ستتجه إلى خفض معدلات الفائدة خلال الشهور المقبلة، وبالتالي هذا أيضا يعطي نوع من الارتياح في تعديل السياسات النقدية، وبالتالي السماح للنمو الاقتصادي للنمو بشكل أسرع، والقطاع الخاص أيضا سيستفيد من معدلات الفائدة المنخفضة خلال الأعوام المقبلة. نعم. طيب صندوق النقد الدولي يمكن برر هذا النمو المتوقع بقوة الاقتصاد الأمريكي والصيني، لو تحللنا هذه الفكرة. صحيح، يعني في عام 2022 قام الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة بشكل سريع جدا، كنا نستقر عند 0.25% بعد جائحة كورونا، حاليا وصلنا إلى مستويات 5.5%، وكانت تلك الخطوات مدعومة في الأساس لاحتواء معدلات التضخم. طبعا شهدنا تطور كبير في معدلات التضخم تم احتوائها بعد وصولها لمستويات 9% منتصف عام 2022، حاليا وصلت إلى مستويات 3.5%. ولكن هل هذا كافي؟ الإجابة لا. معدلات التضخم المستهدفة هي نسبة 2%، ولذلك يعني يتردد الفيدرالي الأمريكي في الوقت الحالي لخفض معدلات الفائدة. كان هناك أيضا توقعات بأن يكون هناك ضعف في النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن على حسب البيانات الأخيرة سواء بيانات الناتج المحلي الإجمالي أو حتى بيانات سوق العمل أثبتت أن الاقتصاد الأمريكي قادر على يعني احتواء معدلات الفائدة المرتفعة وتسجيل معدلات نمو إيجابية. حتى صندوق النقد على عكس توقعاته الاقتصاد العالمي أو رفعها ب 20 نقطة مئوية رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي ب16 نقطة مئوية، وهذه نسبة مرتفعة جدا من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بحوالي 2.7 نقطة مئوية، وهذه نسبة جيدة وتسمح حتى يعني الاقتصاد أن يسجل المزيد من النمو مدعوما في الأساس بالاستهلاك المحلي وإنفاق الأسر بعد تراجع معدلات التضخم. وتبقى المخاطر الأساسية في الوقت الحالي هي ارتفاعات أسعار النفط التي قد تؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي ضعف معدلات الإنفاق وتباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي. طيب يعني أستاذ عاصم، متى نتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى مستهدفاتها من التضخم المقدرة بنحو 2%؟ أغلب التقديرات في الوقت الحالي بناء على وتيرة معدلات التضخم قد نصل إلى تلك المستويات أو بالقرب منها بنهاية العام الجاري. المشكلة أن زيادة التوترات الجيوسياسية وتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل واستمرار إسرائيل في استهداف غزة دفع ذلك أسعار النفط الارتفاع، وكانت معدلات الأسعار مرتفعة جدا نحو تخطي مستوى 80 دولار للبرميل، وبالتالي هذا أيضا يساهم في ارتفاع معدلات التضخم. وبالتحديد كان الداعم الأساسي في ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت إلى نسبة 3.5
0.5 نقطة مئوية، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر 2023 كان ارتفاع الأسعار في القطاع الخدمي الذي سجل أيضا ارتفاع بنسبة 5.3 نقطة مئوية. الارتفاعات في القطاع الخدمي ساهمت في ارتفاعات معدلات التضخم بعد أن كنا يعني نتحدث عن مستويات 3%، بدأنا في اتجاه معاكس لمعدلات التضخم. أيضا ارتفاع يعني أسعار السلع كانت بطيئا جدا مع حل إلى حد ما لمشاكل سلاسل التوريد، ولكن القطاع الخدمي واستمرار ارتفاع الأجور سيضغط على معدلات التضخم، وبالتالي ليس هناك مساحة كبيرة للفدرالي الأمريكي أن يخفض معدلات الفائدة بوتيرة سريعة هذا العام. كنا نتحدث عن 3 مرات لخفض معدلات الفائدة بمقدار يتجاوز ما بين 75 نقطة أساس أو 100 نقطة أساس، ولكن جاءت ارتفاعات أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة يعني تزيح تلك التوقعات، ونتحدث حاليا على أقصى تقدير أن يتم خفض معدلات الفائدة طوال عام 2024 ب 25 نقطة أساس. هذا في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث معدلات التضخم. طبعا على عكس الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو أو حتى في المملكة المتحدة، نتحدث عن معدلات تضخم تستقر ما بين النسبة في منطقة اليورو 2.15 نقطة مئوية و 3%، هذا النطاق المتوقع لمنطقة اليورو. بالتالي هناك بعض البنوك المركزية التي قد يتم تعقيد فيها معدلات التضخم، وبالتالي تعديل السياسة النقدية واستباق الفيدرالي لخفض معدلات. نعم، طيب وسط ما يمر به العالم من تحديات حالية اقتصادية، هل تتوقع اختلاف سياسة المركزي الأوروبي عن نظيره الأمريكي؟ صحيح، يعني أستاذ نسرين، من المتوقع أن نشهد اتساع لفجوة السياسة النقدية، وهذا السيناريو لن يكون الأول من نوعه في عام 2024. عادة يكون الاقتصاد الأمريكي متفوق على أغلب الاقتصادات العالمية، وبالتالي البنك المركزي الأوروبي يحاول أن لا تتراجع معدلات التضخم مرة أخرى دون النسبة المسددة في 2%، وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية سيسمح للمركزي الأوروبي بأن يقوم بخفض معدلات الفائدة لدعم النمو الاقتصادي. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك حاجة لخفض معدلات الفائدة، ولكن التضخم يظل هو المصدر الأساسي لقلق صناع القرار اللي يعني في حال تم خفض معدلات الفائدة أو استباق سريع لخفض معدلات الفائدة قد يواصل التضخم ارتفاعه مرة أخرى، وبالتالي اتساع تلك الفجوة سينعكس حتى على الأسواق المالية بشكل عام، سيؤدي لارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، سيساهم في اتجاه رؤوس الأموال والأموال الساخنة بالتحديد إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني تعطي عائد أعلى مقارنة ببقية الدول الأخرى، وبالتالي هذا الفارق سيعمل في صالح الاقتصاد الأمريكي. ولكن طبعا كلنا نعرف أن أغلب الاقتصاد الذي أو أغلب التقدم الذي أحرزه الاقتصاد الأمريكي مدعوم أيضا بزيادة الإنفاق، وليس حتى من السياسة النقدية فحسب، ولكن من السياسة المالية. يعني كان هناك أي إضافة لدولار واحد في الناتج المحلي الإجمالي يقابله زيادة في العجز بمقدار دولار ونصف، وبالتالي أعتقد أن هذه السياسة لن تستمر طويلا، خصوصا أيضا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية بنهاية العام الجاري. ومن المتوقع أنه في حال فوز ترامب مرة أخرى بالانتخابات أن يقوم بالضغط على الفدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة، وهذا كانت أيضا سياسته في خلال الولاية السابقة بأنه يشجع معدلات الفائدة المنخفضة، وبالتالي قد نشهد يعني وتيرة بطيئة لاستهداف معدلات التضخم، ولكن ستختلف أيضا من دولة أخرى، وطبعا في الاقتصادات الناشئة ستكون هي الأعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة. نعم، طيب هل ترى أن أسعار الفائدة العالمية المرتفعة حاليا يعني تساعد على تحقيق نمو اقتصادي العام الحالي والمقبل؟ معدلات الفائدة المرتفعة ساعدت في احتواء معدلات التضخم، ولكنها بكل تأكيد تضغط على الأنشطة الاقتصادية وخاصة القطاع الخاص. عندما تشهد معدلات الفائدة ارتفاعا فنحن نتحدث عن ارتفاع تكلفة الاقتراض والإقراض أو حتى ارتفاع الرهون العقارية، وهذا واضح جدا من ارتفاعات الرهون العقارية التي وصلت إلى أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7% مقارنة بحوالي 2.5% قبل رفعها، وبالتالي حتى شهدنا أيضا معدلات تسريح كبيرة في عام 2024 فاقت حتى إجمالي ما تم تسريحه من الموظفين في 2023 بالنسبة للشركات الأمريكية، وبالتالي يعني معدلات الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي يمكن أن نسميها بالدواء المر، وهي
اضطرار البنوك المركزية للحفاظ عليها مرتفعة لفترة طويلة حتى يتم احتواء معدلات التضخم أو حتى التأكد من استهداف النسب المحددة له بنهاية العام الجاري. نعم. في ظل ذلك قد نشهد استمرار لتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، ولكننا في نفس الوقت ليس يعني أمام مرحلة من مراحل الركود. كانت الأسواق تتخوف من أن يحدث ركود في الوقت الحالي، ولكن مع يعني حل مشاكل سلاسل التوريد أو تكيف الأسواق مع معدلات الفائدة المرتفعة، وهناك أيضا تفاؤل من الأسواق بأن يتم خفض معدلات الفائدة، فأن نعم. معدلات النمو ستستطيع تجاوز تلك الأزمة. طيب، هل تتوقع تحول صناعة السياسة النقدية إلى تفضيل النمو عن كبح التضخم؟ بكل تأكيد التضخم هو أولوية أكبر لدى البنوك المركزية من معدلات النمو. وكل بساطة الإجابة هو أن في حال ارتفعت معدلات التضخم فنحن نتحدث عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات فكافة طبقات المجتمع وكافة الدولة تعاني من ارتفاع في الأسعار. ولكن عندما نتحدث عن معدلات النمو، فعندما تتباطأ معدلات النمو تشهد بعض القطاعات فقط يعني عمليات إغلاق أو تسليح، وبالتالي نحن هنا يمكن أن نشير إلى أن البنوك المركزية تفضل التضحية ببعض القطاعات بدلا من التضحية بكافة الاقتصاد. يعني التضخم هو عدو أكبر للاقتصاد أكثر من ضعف معدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي تحاول البنوك المركزية تجاوز فكرة أن نشهد تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم السيطرة على معدلات التضخم، وفيما بعد يكون هناك سياسة تسهيلية والاتجاه لخفض معدلات الفائدة، وهذا أيضا كان واضح في دورات التجديد أو التسهيل النقدي السابقة. ولكن في الوقت الحالي المشكلة هي أن البنوك المركزية تريد خفض معدلات الفائدة ولكن معدلات التضخم المرتفعة، على عكس حالات الركود السابقة كانت معدلات النمو ضعيفة وكانت أيضا معدلات التضخم تستقر قرابة 1%، فكان هناك مساحة للبنوك المركزية أن تخفض الفائدة بشكل كبير جدا، ولكن هذه المرة سيكون الخفض تدريجي ويتسم بالحذر. طيب، يعني نتحدث عن التضخم العالمي وتحديات أيضا خاصة بسلاسل التوريد، هل ستكون هذه العوامل مؤثرة على زيادة نمو الاقتصاد العالمي؟ طبيعي، يعني هذا ما حتى ما شاهدناه بعد جائحة كورونا، وكان هناك حتى مشكلة أو أزمة في أسعار الغذاء بعد الحرب الروسية الأوكرانية ومشاكل في سلاسل التوريد، ولكن الأسواق تحاول أن تجد بدائل أخرى بعد مرور فترة كبيرة، أو حتى أسعار الطاقة بعدما كانت أوروبا تعتمد بشكل كبير جدا على الطاقة الروسية، كان هناك أيضا حلول بديلة ولكنها طبعا تأخذ بعض الوقت، وبالتالي يكون هناك انفراجة، ولكن يجب أن نمر بأزمة خلال بضع شهور حتى إيجاد بدائل أخرى. المشكلة أيضا في الوقت الحالي هي الصين. هناك توجهات من الإدارة الأمريكية والإدارة الأوروبية لفرض تعريفات جمركية على بعض السلع والمعادن الصينية التي تحاول إغراق الأسواق العالمية بالبضاعة الصينية ذات الأسعار المنخفضة. يعني حتى بايدن أخرج أو أدلى بتصريحات أشار فيها أنه سوف يتم رفع بعض التعريفات الجمركية من نسبة 7.5% إلى 25%. رفع التعريفات الجمركية يؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي أيضا هذا يساهم في رفع معدلات التضخم. في الوقت الحالي الاقتصاد العالمي يحاول إيجاد بعض يعني المخارج التي يمكن من خلالها تقليل الضغط على سلاسل التوريد أو حتى فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات، ولكن أيضا نحن في عام نشهد في انتخابات في 60 دولة حول العالم، وبالتالي عام 2024 هو عام مهم جدا. بعد مرور عام 2024 ستتضح رؤية أكثر، وهذا ما ترغب فيه الأسواق. طيب أستاذ عاصم، يعني لا شك أن المنافسة الاقتصادية بين الشرق والغرب يعني مستمرة ومحتدة، هل تعزز أم تقوض من فرص نمو الاقتصاد العالمي؟ طبيعة الحال أن أي اقتصاد عالمي يستفيد من انفتاح الأسواق، ولكن في الوقت الحالي كما نشهد هناك بعض التحالفات الاقتصادية أو حتى العسكرية الجديدة. في هذه الفترة أو في فترة مناقشة تلك التحالفات نشهد بعض التراجع في سلاسل التوريد، ونشهد أيضا بعض التراجع في حجم
المعروض. يعني مثلا إذا أخذنا بعض الأمثلة، النحاس وهو معدن مهم جدا في الوقت الحالي، خصوصا مع اتجاه العديد من الدول للطاقة النظيفة وفتح تلك الأسواق ومشاريع الذكاء الاصطناعي التي تحتاج إلى زيادة مراكز البيانات حول العالم بشكل كبير جدا. هناك طلب كبير جدا على النحاس، ولكن في نفس الوقت أيضا هناك بعض الدول التي تفرض تعريفات بنبوكية وتتبع سياسة الحماية الاقتصادية. تلك السياسات تضر بالاقتصاد العالمي، وبالتالي إيجاد تحالفات اقتصادية دون الدخول في تحالفات مضادة، بمعنى أن يكون هناك تحالفات أو مجموعة زي مثلا مجموعات بريكس، يكون جيد للاقتصاد العالمي، ولكن دون الدخول في مواجهة ضد الاقتصاد الأمريكي أو حتى الاقتصاد الأوروبي. ولكن خلال الفترة الأخيرة بسبب مشاكل الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة التوترات الجيوسياسية، رأينا اتجاه يعني أو تغير في الحلفاء، سواء في ملف الطاقة أو حتى ملف التجارة، وخصوصا مثلا السيارات الكهربائية التي باتت أيضا الصين تلعب فيها دور مهم جدا. أعتقد أن هناك بعض التحالفات الجديدة وبعض الدول التي ستتجه إلى الأسواق الأسيوية بدل من الأمريكية، وهذا واضح أيضا من سياسات البنوك المركزية نفسها التي باتت تعتمد أو سياسة التخلي عن الدولار والاتجاه إلى الذهب. وبالتالي في عام 2024 ومع زيادة التوترات الجيوسياسية، أعتقد أننا سنشهد بعض الضغوطات، ولكن سيكون هناك انفراجة جيدة في عام 2025. الأستاذ عاصم منصور المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا ليك على وجودك معنا طبعا أكيد.